أمتعت الجماهير الودادية العالم طيلة زمن المباراة بلوحات فنية رسمتها على مدرجات مركب محمد الخامس في لقاء النهائي لإياب دوري الأبطال. ورغم الدعم اللامشروط للجماهير الودادية لناديها، إلا أن استعمال المفرط للشهب النارية انقلب سلبا على مردود اللاعبين بعدما كانوا مسيطرين بشكل كلي على المباراة. وساعد توقيف الحكم للمباراة بسبب الشهب النارية لاعبي النادي المصري في استعادة الأنفاس وإعادة ترتيب الأوراق منذ الدقيقة 68، بينما كسر هذا التوقف رتم المباراة خاصة من جانب لاعبي الوداد الذين كانوا مسيطرين. وبمجرد عودة لاعبي لمواصلة المباراة تراجعت حدة الهجوم الودادي، بينما عرف مدرب الأهلي كيف يستغل هذا التوقف ليعيد ثقة في نفس اللاعبين الذين عادوا في المباراة في الوقت الذي وقف مدرب الوداد متفرجا دون أي لمسة منها خلال الشوط الثاني للحفاظ على نتيجة التفوق بالهدف الذي تمنحه اللقب. وهكذا توج فريق الأهلي المصري بلقب دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم عقب تعادله مع فريق الوداد الرياضي بهدف لمثله في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد في مركب محمد الخامس، وانهزم الوداد أمام الأهلي في مصر بنتيجة هدفين لهدف. وكان فريق الوداد الرياضي سباقا للتسجيل عبر عطية الله في الدقيقة 28، في حين أن الأهلي المصري عادل عن طريق محمد عبد المنعم في 78 من عمر اللقاء. ويعد هذا النهائي هو الثالث بين الوداد والأهلي، والوداد الرياضي فاز في 2017 و 2022، في حين أنها المرة الأولى التي يفوز فيها الأهلي على فريق الوداد الرياضي في النهائي.